نروح مع حضراتكم النهارده. عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات نبدا بيها اليوم مع حضراتكم، بالتاكيد موضوعات تهم حضراتكم، لكن خلونا نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. يمكن ابرز هذه الاخبار الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لمتابعه تطورات الموقف التنفيذي لامدادات التغذيه الكهربائيه للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديده، وكمان استقبال سيادته لكريستل هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات. أيضا امبارح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وعقد اجتماع موسع بشأن ضبط أسعار السلع، وأخبار تانية هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. وجه سيادته بسرعة استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للدلتا الجديدة وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية. كمان امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كريستل هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات، وأكد الرئيس حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر. امبارح برضو اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سامح شكري وزير الخارجية، وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. التقرير تضمن أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من 2021 وحتى 2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وده بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع بيأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل، وده في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعبة. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع موسع بشأن ضبط أسعار السلع، وقال رئيس الوزراء إنه في هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة هيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالف أسعارها أو يقوم بإخفائها عن المواطنين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تكريم الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة بعد حصوله على الميدالية الذهبية، فضلاً على تقييمه ضمن أفضل 5 فرق في مجال السلامة البيولوجية، وده بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM اللي أقيمت بمدينة باريس بفرنسا بمشاركة أكثر من 7000 طالب بيمثلوا 350 فريق بحثي لعدد 46 دولة على مستوى العالم. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها افتتاح مشروع تطوير سوق الناصرية بتكلفة وصلت 21 مليون جنيه في محافظة الأسكندرية، ومنها الانتهاء من 516 مشروع بالمرحلة الأولى لحياة كريمة في محافظة أسوان، ومنها أيضا انطلاق بطولة دوري كرة القدم الخماسية للمدارس الابتدائية في محافظة بورسعيد، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها افتتاح مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العمرية ثاني بتكلفة 21 مليون و300 ألف جنيه. المشروع بيأتي ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في الغربية تم افتتاح المعرض السنوي للتقويم الميلادي واللوحات الزيتية 2023، واللي قام بإعداده التوجيه العام للتربية الفنية بمشاركة 10 إدارات فرعية في المحافظة. في أسوان تم الانتهاء من 516 مشروع تنموي بتكلفة 3.6 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحالياً بيتم العمل في 682 مشروع آخر بتكلفة تصل ل 17.8 مليار جنيه. في شمال سيناء أطلقت مديرية الأوقاف حملة لتنظيف أسطح المساجد وترميمها وإصلاح مزاريب تصاريف المياه استعداداً لفصل الشتاء. في الشرقية تم الانتهاء من زراعة أكثر من 25 ألف شجرة بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدني بهدف زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري، وضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. في المنوفية قام المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال بطريق ويسنر شبين الكوم المزدوج، واللي بيتم رصفه بتقنية FDR بإجمالي أطوال 13 كيلومتر وبنسبة تنفيذ 80%، ومن المفترض أنه يتم الانتهاء من المشروع في يناير اللي جاي. في بورسعيد تم إطلاق بطولة دوري كرة القدم الخماسية للمدارس الابتدائية التابعة لإدارة بور فؤاد بمشاركة 8 مدارس. البطولة بتقام على صالة الألعاب الرياضية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمدينة بور فؤاد بمشاركة 60 طالب. في الوادي الجديد دشن مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الخارجة أولى دوراته التدريبية، وقامت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بجولة تفقدية داخل المركز للاطمئنان على سير العمل. في كفر الشيخ تم الإعلان عن وجود فرص لتنفيذ مشروعات شبك الصيد ومنتجات الألبان والأعلاف والآلات الزراعية لأهالي مراكز ومدن بلطيم والبرالوس ومطوبس بنسب تمويل 70% قرض ميسر بدون فوائد و30 منحة لا ترد. في قنا تم تكريم الطلبة المشاركين في مسابقة الرابط والبرمجة الدولية والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات اللي أقيمت مؤخراً في دولة الإمارات العربية.